الو، ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيب قلبي، انت ايه اخبارك؟ انا الحمد لله تمام. انت عامل ايه واخبار شغلك ايه؟ لسه عربية الفراري الجديدة مظبوطة وصرفت عليها 150,000 جنيه. يا عم في داهية، في ده بنتك بما انك فتحت موضوع بنتي فانا عايز منك خدمة. امرني. هبعت لك بنتي الصغيرة تقعد عندك اسبوع علشان عندي سفرية تبع شغلي. امال امها فين؟ مامتها سافرت الأقصر بتعزي واحدة صاحبتها وهتقعد أسبوع. حول ولا قوة إلا بالله، بقاء لله. هو مين اللي مات؟ الكلب بتاع صاحبتها مات. كلب؟ والله أنا مش عارف أقول لك إيه. أنت عارف إن أنا عندي صبيان ودي بنت وكده يعني. أنت بتتكلم في إيه يا مان؟ أنا لو مش واثق فيك وفي تربيتك ما كنتش كلمتك. ما بتكلمش على التربية ولا الأخلاق. على العموم ابعتها، هتبقى في عينيا إن شاء الله. سلام. الو، ورحمة الله وبركاته. ازاي زياد حبيبي؟ ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ اتفضلي اتفضلي. يا مرحبا يا مرحبا. هي دي الشقة اللي هقعد فيها؟ هي دي الشقة اللي هتقعدي فيها. انت سما؟ ما تريش هم، الشقة واسعة. أيوة هنام فين عشان أفرش هدومي؟ هي فين هدومك دي أصلا؟ مع السواق بتاعي تحت. انزل يا اسمك انت هاتهم. ايه البت دي يا بابا؟ استحمل، ضيفة برضه عندي أنا المرة دي. قولي بقى أوضتي فين؟ هدخلك سرير في الأوضة اللي جوه. طب ما الأوضة دي كويسة. لا دي قاعد فيها الصبيان وما ينفعش تنامي معاهم. مين قال ان انا هارد اساسا؟ هما هيناموا جوه. لا مش هينفع، اللي جوه سرير واحد. طب ودي؟ لا بلاش دي، يعني بعدي عنها. خلاص هقعد في دي واتصرف. اللي انت عايزاه. دي البلكونه اللي جت لي. ما ينفعش يا بابا. معلش ضيفه برضه عندنا دي. الأنيسة تشرب ايه؟ كابتشينو. ايه باكاتشينو ده يا بابا؟ نسكافيه. نسكافيه يا زياد. ما تقولي نسكافو خلاص، هو لازم تعوجي بقي. معلش ضيفة برضو عندي انا دي. الأنيسة هتاكل ايه؟ ممكن هوت بانكو. والهوت بانجو ده عايزاه ملفوف ولا سايب؟ وات ايفر. ده فيروس جديد ده يا بابا ولا ايه؟ ما تشوفي حاجة تانية. ممكن جراند بريسكيت، ممكن تشيكن وينجز. شكلها جعانة يا بابا. اشمعنى يعني؟ تقول لك انجز يعني. انت بتقول يا بني ادم انت؟ تقوليش بني ادم. امال انت ايه؟ وات دليفري. وات ايه برضه؟ امو زياد هتعمل شوية محشي، انما ايه؟ عجب. وات؟ ايه محشي؟ ما سمعتش عنه قبل كده؟ عيب يا زياد، ضيفة برضه. عندنا دي عندنا ايه، ما بتحبوش ولا ايه؟ ما اكلتوش قبل كده. نعم يا روح امي. ولا عيب، ما يصحش ضيفها. نعم يا روح امك، هو في حد ما اكلش محشي قبل كده؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ هو على العموم روح امك مش شتيمه اصلا يعني. روح امك على العموم، ما يجي بكره يحلها حلاه. اوكي ممكن دلوقتي تجيب لي شيز كيك. انا عارف ثلاثة. عيب يا زياد، يمكن طلعت منها غصب عنها. ما تحرجاش. ايه اللي يحرجني؟ انا مش فاهمه. اصل انت قلتي من غير ما تقصدي يعني جيس كيك. عادي يعني، بتحصل مننا كتير يعني. مش معقول في ناس كده.
احنا لازم نلبس احلى حاجه عندنا عشان البنت سما دي ما تمسكش حاجه عليه. اه نلبس الحته الزفرة مجتمع البنت التنكه دي. عندك حق. يلا بينا. فكرنا دي هدوم الشهر اللي فاتت لابن ياسر عشان هو غلبان وكده اصلا هي ابني. وانت فكرني اخلي دادي يجيب لي موبايل بدل الكاسه. انت بتعملي ايه؟ قاعده على الانستا. قاعده عليها ازاي يعني؟ تتانكيش. قعدت عليها قبل كده مرتين. ده مش زي الفيسبوك وكده يعني؟ انا دادي عامل لي حساب على الفيسبوك بس نسيت الباسبور. الباسبور ماتورس يمكن البورس. الباسورد. هو انتوا لابسين كده ليه ورايحين على فين؟ مش رايحين في حته يا بابا. امال انتوا لابسين هدوم الخروج ليه؟ هو انت رافع البنطلون قوي كده ليه؟ على فكره دي اقل حاجه عندنا في الدولاب. طبيعي يعني. طبيعي. اوف بيئه. متجيز وانا اقعد نضحك. ماما مبسوطين كده ليه؟ الناس دي غريبة قوي. انا اقل حاجة بيتبسطوا وفي روح كده في البيت. فعلا الفلوس مش كل حاجة. ياريتنا كنا زيهم كده ليه؟ ما تيجي تقعدي معانا؟ لا شكرا. بقولك يا سما، هو ابوك بيقعد معاكوا ولا مسافر على طول؟ انا دادي كل يوم بيقعد معايا وبنلعب لعبه سلطه او سلطه. سلطه؟ اه ما هو باين. طب هي بتتلعب ازاي؟ مش مشكله. انت عارف ان ابوكي صاحب من الصغر وطول عمره مشغول بشغله والشغل واخد كل وقته، يعني انا عارفه اكتر منك. في مثل بيقول لك عرفته فلان؟ عرفته. عشرته؟ عشرته. يبقى ما عرفتوش. يعني يعمل ايه عشان يعرفه؟ يستلف منه فلوس وهيعرفه على حاجه. بقول لك ايه يا عم، انت عندكوا روف؟ روف؟ روف زي هو ده كده في اخر دور في العماره. عندنا روف فوق بس بنسميه الصوت. بس انا ما بحبش الجو ده، فبقى انا حاطط لهم رمل وطوب وبتاع، بهيألهم جو المصيف ده. انت فاهمه؟ فاهمه. طب تعالي معانا، تعالي، ده انت هتشوف ايام سودا.